قصتنا اليوم عن غواصة نووية روسية تختفي فجأة أثناء تدريب ضخم كانت تجري البحرية الروسية. اختفاء الغواصة الغامض هذا ما راح تكتشف البحرية الروسية إلا بعد ساعات طويلة، وخلال هذه الساعات طاقم الغواصة راح يعيشون في كابوس مرعب. وانتوا تسمعون أحداث هالقصة راح تجي على بالكم نهاية معينة، لكن صدقوني النهاية راح تكون عكس ما تتخيلون تماماً. السلام عليكم، معكم بدر وحياكم الله في قرية العجائب. أحداث قصتنا تبدأ في صباح يوم السبت بتاريخ 12 أغسطس سنة 2000. في هذا اليوم كانت في مجموعة من سفن الأسطول البحري الروسي طالعة في تدريب بحري هو الأضخم من نوعه من 10 سنوات. 33 قطعة بحرية ضخمة من بينها سفن وحاملات طائرات وغواصات، كل هذه المركبات كانت مشتركة في هالتدريب. وهذا التدريب الضخم كان موقعه في بحر بارنت، ومثل ما أنتوا شايفين على الخريطة هذا البحر موجود باتجاه شمال غرب روسيا وأيضا باتجاه شمال فنلندا والسويد والنرويج. فالفكرة من هذا التدريب أن هذه السفن والغواصات والقطع الحربية الروسية راح يتم وضعها في سيناريو أشبه بسيناريوهات الحرب. فهذه القطع الحربية راح تطلق على بعضها صواريخ وتوربيدات وغيرها من الأسلحة، لكن كلها طبعا راح تكون مزيفة، ما راح يطلقون على بعض صواريخ وتوربيدات حقيقية. فالتدريب هذا كان بقيادة الأدميرال فيغزلاف بوبوف، قائد الأسطول الشمالي للبحرية الروسية، وكان الأدميرال بوبوف موجود على سفينة القيادة بذات نفسه. ففي صباح هذاك اليوم أعلن الأدميرال بداية التدريب وبدت السفن والقطع الحربية تحارب بعضها في السيناريو اللي تم إعداده مسبقا. طبعا لازم تحطون في بالكم أن هذه السفن والغواصات كانت على مسافات بعيدة من بعضها. فخلال هذه المناورات التدريبية واحدة من الغواصات المشاركة في التدريب، غواصة اسمها كاريليا، فجأة طاقم هذه الغواصة رصدوا إشارة صوتية على راداراتهم. هذه الإشارة كانت أشبه بإشارات الانفجارات، فطاقم هذه الغواصة كانوا مستغربين، ليش في انفجار؟ المفروض أن هذا تدريب ما في توربيدات حقيقية أو أسلحة متفجرة، فمن وين جات هالإشارة الغريبة؟ بعدها بدقيقتين رادارات الغواصة رصدت إشارة صوتية ثانية أقوى من الأولى بكثير، فهذه الإشارة الثانية تدل على أن في انفجار ثاني أقوى حصل. كابتن الغواصة هذه افترض أن هذا الانفجار هو جزء من التدريب وما اهتم كثير بالموضوع، لكن في كل الأحوال اتصلوا بسفينة القيادة وخبروهم أن راداراتهم التقطت إشارتين صوتيتين أشبه بإشارات الانفجارات، لكن القيادة والأدميرال بوبوف ما عطوا الموضوع أي اهتمام وكملوا التدريب طبيعي ولا كأنه في شيء صاير. بس بعدها بساعتين تقريبا صار شيء مقلق. في غواصة ثانية من الغواصات الضخمة هذه المشاركة في التدريب، غواصة اسمها كيرسك، هذه الغواصة كان المفروض أنها تطلق توربيدات على الساعة 1:30 الظهر كجزء من التدريب والسيناريو اللي تم إعداده مسبقا، لكن هذه الغواصة ما أطلقت شيء ولا حتى كانت موجودة في الموقع اللي المفروض أنها تكون موجودة فيه. فبدت سفينة القيادة تحاول تتواصل مع طاقم هذه الغواصة، لكن ما كانت في أي استجابة منهم. الأدميرال بوبوف وقمرة القيادة كانوا متعودين أن أجهزة الاتصال أحياناً تتعطل أو تصير لها مشاكل، خاصة مع الغواصات اللي تغوص لمستويات عميقة تحت سطح البحر. فمع أن الموضوع كان شوي مقلق، لكن بعدهم ما كانوا في حالة هلع، وأرسلوا بعدها طيارة هليكوبتر عشان تمسح المنطقة وتحاول أنها تحصل الغواصة، لكن هذه الهليكوبتر ما قدرت تحصل أي أثر لها. استمر البحث بالطيارات لحد الساعة 6 المساء تقريباً. على الساعة 6 كان مقرر في جدول التدريب ان غواصة كيرسك راح تتواصل مع مقر القيادة او مع سفينة القيادة، فلو طاقم الغواصة ما قدروا انهم يتواصلون مع القيادة في الموعد المقرر المفروض انهم على طول يطلعون للسطح، هذا هو البروتوكول. لكن جات الساعة 6 ومرت الدقيقة ورا الثانية وما في أي أثر للغواصة على السطح، فقرر الأدميرال بوبوف والقيادة أنهم يرسلون طائرات بحث إضافية للموقع اللي المفروض تكون الغواصة متواجدة فيه، لكن كل عمليات البحث الجوية هذه فشلت. وعلى الساعة 9:30 المساء تقريبا استوعب الأدميرال أن غواصة كيرسك اختفت وأن في مصيبة حاصلة. ففي هذيك اللحظة أمر بإيقاف التدريب وبدأ عملية بحث واسعة النطاق. تخيلوا يعني مرت حوالي 10 ساعات
من لحظة ما التقطوا إشارات الانفجارات، والحين بدت عملية البحث والإنقاذ. 10 ساعات كاملة الأدميرال والقيادة ما عطوا الموضوع حجمه الحقيقي وما اهتموا فيه الاهتمام المطلوب. التدريب هذا كان لازم يوقف من زمان، وعملية البحث الكبيرة هذه كان المفروض أنها تبدأ من الساعات الأولى، لكن الأدميرال ما كان يريد أن هذا التدريب الضخم اللي ما صار مثله من 10 سنوات يوقف من أول ساعاته. ما كان يريد القيادة في موسكو يشوفونه كأدميرال قليل الكفاءة، ما عنده القدرة أنه يدير تدريب مثل هذا إلا لشوية ساعات. يعني إذا ما كان يقدر يقود تدريب مثل هذا، كيف راح يقود معركة حقيقية؟ هذا الشيء اللي كان مخوف الأدميرال إنه يوقف التدريب، وهذا الشيء اللي خلى عملية البحث والإنقاذ الحقيقية ما تبدأ إلا بعد 10 ساعات من اختفاء غواصة كيرسك. المهم، بعد ما بدت عملية البحث والإنقاذ هذه، اتصل الأدميرال بالقيادة في موسكو وأعلمهم بالموضوع. طبعا مثل العادة، تاريخ الروس من أيام الاتحاد السوفيتي، أسلوبهم في التعامل مع المصايب والحوادث الضخمة هو التكتم. فكان أول أمر من القيادة في موسكو أن هذا الموضوع ما يطلع أبدا لغاية ما يعرفون شو اللي صاير بالضبط ويعرفون كل التفاصيل. ما يريدون هالخبر يطلع أو يتسرب للصحافة والإعلام أو لأهل الجنود وعائلاتهم. وفعلا هذا اللي صار. صباح اليوم اللي بعد يوم الأحد بتاريخ 13 أغسطس سنة 2000، الأدميرال بوبوف تواصل مع الصحافة عشان يطلعهم بشكل روتيني على مجريات التدريب وكيف ماشي، لأن مثل ما قلنا هذا كان تدريب بحري ضخم ما صار مثله من 10 سنوات. الصحافة والإعلام كانوا مهتمين فيه ومهتمين بمجرياته. فالأدميرال بوبوف كلمهم بكل ثقة وقالهم إن التدريب ناجح وماشي على أحسن ما يرام وكل شيء تمام والدنيا كلها عسل وورد. بس طبعا موضوع مثل هذا طبيعي يتسرب، لأن الجنود اللي شغالين في هذه السفن والغواصات اللي كانت مشاركة في التدريب كثير منهم أصدقاء ويعرفون عائلات بعض، فالخبر تسرب لعوائل طاقم غواصة كيرسك. فعوائل طاقم الغواصة بدوا يتصلون بالجيش ومقرات القيادة، الآباء والأمهات والزوجات، الكل كانوا قلقين ومتوترين. فبدأ يصير ضغط قوي على مراكز الاتصال التابعة للجيش والبحرية، معظمها اتصالات كانت جاية من أهل وعوائل طاقم غواصة كيرسك يسألون عن أولادهم وأزواجهم شو صار لهم. فالجنود اللي كانوا يديرون مراكز الاتصالات هذه كان ردهم دائما ان ما في شيء صاير والامور تمام، واذا عرفنا شيء راح نبلغكم على طول. طبعا عوائل واهل طاقم الغواصة ما اقنعتهم هذه الردود، لان في اخبار وتسريبات قاعدة توصل لهم من عدة مصادر من الجنود اللي هم على سفن التدريب ان غواصة كيرسك مفقودة. فعوائل طاقم الغواصة لما ما حصلوا استجابة وتوضيح من الجيش والبحرية راحوا للإعلام، والإعلام لما وصلهم هذا الخبر من أهالي الطاقم نفسهم على طول قلبوا الدنيا وبدوا يحركون الموضوع أكثر. هني قيادة الجيش والبحرية بعد ما حسوا بالضغط الإعلامي الكبير اللي حاصل قرروا أنهم يتكلمون عن الموضوع. فطلع المتحدث باسم البحرية وصرح أن غواصة كيرسك صارت لها مشكلة تقنية بسيطة واضطرت تغوص لأعماق البحر وتستقر في القاع لحد ما يتم حل هذه المشكلة، لكن البحرية شغالة على الموضوع وفي تواصل مباشر مع طاقم الغواصة وراح يتم إنقاذهم. طبعا هذا كله كلام فاضي، البحرية ما كانوا عارفين وين الغواصة ولا في أي تواصل وياهم للحين، لكن هذا دائما أسلوب الروس من قديم زمان. أي مشكلة لازم نحاول نخفف من حجمها لأقصى درجة، نفس اللي صار في تشيرنوبل اللي منكم يذكر. طيب الحين شو اللي صار فعلا لغواصة كيرسك؟ أول شيء لازم نعرف أن الغواصة هذه واحدة من أكثر القطع البحرية الروسية تقدما على الإطلاق، كانت فخر الصناعة البحرية الروسية. غواصة نووية ضخمة طولها 182 متر، يعني أكبر من طول ملعب كرة قدم بمرة ونص، وفوق هذا كانت مدرعة بطبقة فولاذية من المعادن تسمح لها تنضرب ضربة مباشرة بتوربيت قوي وتكمل عادي ولا كأن في شيء صاير لها، ومن داخل كان فيها مفاعلين نوويين صغار يمدن محركها بالطاقة. غواصة كيرسك مقسمة لـ9 مقصورات،
كل مقصورة بينها وبين الثانية باب، هذه الأبواب ممكن تعزل المقصورات عن بعضها، ففي حالة أن صار تسرب ماي أو مشكلة في مقصورة واحدة ممكن هذه المقصورة يتم عزلها عن البقية. فاللي صار في هذاك اليوم بتاريخ 12 أغسطس سنة 2000 اللي هو يوم السبت أول يوم في التدريب، غواصة كيرسك اتجهت لموقعها المقرر عشان تبدأ مناورات التدريب. المقصورة الأمامية رقم 1 في الغواصة هي مقصورة الأسلحة اللي فيها التوربيدات، وطبعا مثل ما قلنا المفروض أنهم يستخدمون توربيدات مزيفة في التدريب، لكن غواصة كيرسك كانت من القطع البحرية المحدودة اللي لازم تكون فيها توربيدات وأسلحة حقيقية طول الوقت، عشان إذا صار في هجوم مفاجئ من دولة معادية تكون الغواصة جاهزة للقتال. فالتوربيدات الحقيقية كانت موجودة في المقصورة رقم 1، لكن هم طبعا راح يستخدمون التوربيدات المزيفة. فالجنود والطاقم كانوا يحضرون كل شيء ويجهزون أنفسهم لبداية التدريب، وأثناء ما كانوا يحضرون التوربيدات المزيفة لاحظ الجنود اللي في المقصورة الأولى أن واحد من التوربيدات المزيفة هذه قاعدة حرارته ترتفع بشكل متسارع، وهذه ممكن تكون علامة قوية على تسرب غاز بروكسيد الهيدروجين داخل التوربيد. هذا الغاز هو المسؤول عن إطلاق التوربيد، هو اللي حركه. صح ان هذه توربيدات مزيفة ما فيها متفجرات، لكنها تحتاج الغاز عشان تتحرك عشان تنطلق. فعلى ما يبدو ان هذا التوربيد المزيف كانت في مشكلة في اللحام الداخلي، فكان يسرب غاز بروكسيد الهيدروجين وحرارته الداخلية قاعدة ترتفع بشكل متسارع. فالملازم اللي كان مسؤول عن المقصورة الاولى اتصل بكابتن الغواصة وبلغه بالموضوع، وان التوربيد هذا حرارته قاعدة ترتفع بشكل متسارع ومجنون، وطلب من الكابتن الإذن أنهم يطلقون هذا التوربيد ويتخلصون منه. لكن الكابتن قال لبعد الوقت مبكر، وإحنا ما وصلنا للموقع المحدد للإطلاق وما راح نخرب التدريب قبل ما يبدأ حتى، فانتظروا والتزموا أماكنكم ولا تطلقوا التوربيد لحد ما نوصل للنقطة والوقت المحدد للإطلاق. فالجنود في المقصورة الأولى ما كان بإيدهم غير أنهم ينتظرون ويدعون أن التوربيد هذا ما يصير له شيء قبل ما يوصلون لموقع الإطلاق، لكن للأسف أمنيتهم ما تحققت، وفي غمضة عين انفجر التوربيد وهز الغواصة كلها من بدايتها لنهايتها. المقصورة الأولى اتدمرت بالكامل ونشب فيها حريق كبير. الجنود في المقصورات الثانية خاصة المقصورة رقم 3 اللي هي مقصورة القيادة كانت عندهم أجهزة تبين مؤشرات الحرارة في كل مقصورة من مقصورات الغواصة، فكان واضح قدامهم أن حرارة المقصورة الأولى ارتفعت بشكل مجنون بعد الانفجار، واللي معناه ان في حريق كبير مولع فيها، واللي بالتالي معناه ان التوربيدات الحقيقية اللي مخزنة في المقصورة الاولى راح تنفجر في اي لحظة وتدمر الدنيا. الكابتن وقمرة القيادة ما كانوا عارفين شو يسوون، فحاول الكابتن ان يتواصل مع سفينة القيادة لكن الاتصالات كانت متعطلة، فحاول ان يطلع بالغواصة لفوق ويطفو باقصى سرعة، لكن بعدها بدقيقتين بس صار الانفجار الثاني. التوربيدات الحربية في المقصورة الاولى انفجرت، والانفجار هالمرة كان مدمر. أول 4 مقصورات بما فيها مقصورة القيادة اللي هي رقم 3 اتدمرت بالكامل، أما المقصورتين 5 و6 فصار لهم ضرر شديد وبدأ الماء يتسرب فيهن من كل اتجاه. أما آخر 3 مقصورات اللي هم 7 و8 و9 فوصلهم الضرر بعد وبدأ الماء يتسرب فيهن، لكن الضرر فيهن كان أخف بكثير من المقصورات اللي قدام. في المقصورة رقم 7 كان في ضابط اسمه ديميتري كوليس نيكوف. ديميتري كان الأعلى رتبة في المقصورة، فبعد ما صار الانفجار الأول على طول اتبع البروتوكول وأمر رجاله أنهم يغلقون أبواب المقصورة رقم 7، الباب اللي يؤدي للمقصورة 6 من قدام والباب اللي يؤدي للمقصورة 8 من وراء. طبعا مثل ما قلنا هذه الأبواب تعزل المقصورة عن المقصورات الباقية، عشان في حالة أن الماء يتسرب لوحدة من المقصورات أو صار لها ضرر كبير باقي المقصورات ما تتضرر نفس الضرر. بعدها صار الانفجار الثاني اللي دمر مقدمة الغواصة. ديميتري والجماعة اللي وياه في المقصورة 7 بعدهم ما متأكدين شو صار بالضبط، لكن كانوا عارفين ان في انفجار عنيف صار في المقدمة، بس ما يعرفون شو سبب الانفجار، هل في اعداء هجموا عليهم ولا في شيء داخل الغواصة انفجر. فحاولوا يتواصلون مع مقصورة القيادة لكنهم ما حصلوا اي رد، فعرفوا ان في مصيبة صايرة في المقدمة، وحتى مقصورتهم مع انها بعيدة عن المقدمة لكن بدل ما يتسرب داخلها، وحتى حسوا بالغواصة وهي تنزل وتضرب في قاع البحر، يعني الغواصة كانت تنزل كذا على رأسها
واصطدمت بالقاع وبعدين نزلت ونامت على بطنها. فقعد ديمتري ورفاقه شوي يستجمعون أنفاسهم بعد الاصطدام، بس فجأة سمعوا أصوات طرق عنيفة على الباب اللي بينهم وبين المقصورة رقم 6، المقصورة اللي قدامهم. فعرفوا أن في مجموعة من رفاقهم نجوا في هالمقصورة، فعلى طول راحوا للباب وفتحوه. وأول ما فتحوا الباب بدل ما يتدفق بقوة لمقصورتهم من المقصورة رقم 6. المقصورة السادسة ما كانت غرقانة بالكامل، لكن الماي كان متسرب داخلها بشكل كبير، وكانوا الجنود اللي داخل هالمقصورة معظمهم مرميين على الأرض أو في الماي بدون حركة. مجموعة قليلة منهم بس اللي نجوا، وهم اللي كانوا يدقون على الباب. فديمتري ورفاقة ساعدوا اللي كان يحتاج مساعدة منهم وطلعوهم من المقصورة السادسة ورجعوا للمقصورة السابعة وسكروا الباب وراهم، وكانوا خلاص عارفين ان كل المقصورات اللي قدام من الخامسة الى الاولى كلها تدمرن او غرقن بالكامل، واكيد ان كل بقية رفاقهم اللي كانوا في هذه المقصورات اللي قدام اكيد ان كلهم ماتوا. اللي نجوا بس الجنود اللي كانوا موجودين في المقصورات الثلاث الاخيرة وجزء من اللي كانوا في المقصورة السادسة. على كل حال، بما ان ديمتري كان الاعلى رتبة بينهم بدأ يحاول يقودهم وينظمهم. اللي نجوا كان عددهم 23 شخص، فديمتري قالهم نحتاج نتراجع للمقصورة الاخيرة اللي هي المقصورة التاسعة، لان المقصورة التاسعة هي اللي فيها فتحة الخروج. ففعلا تراجعوا للمقصورة التاسعة وسدوا كل الابواب وراهم، لأن الماي صار يتسرب لكل المقصورات الخلفية من قدام. وأصلاً حتى لما كانوا يسكرون هذه الأبواب اللي بين المقصورات، بعد الماي يظل يتسرب من الجدران، لأن كل الغواصة تضررت ضرر كبير. فأحسن فرصة عندهم كانت إنهم يتراجعون للمقصورة الأخيرة رقم 9 ويسكرون بابها وينتظرون النجدة. ما كان عندهم أي حل ثاني. للأسف اللي ما كانوا يعرفون إن النجدة راح تتأخر كثير، مثل ما قلنا بسبب إهمال القيادة وعدم اهتمامهم. عملية البحث والإنقاذ الفعلية ما بدت إلا بعد 10 ساعات من غرق الغواصة، وحتى في البداية حاولوا أنهم يخفون الموضوع، وبعدها اعترفوا أن الغواصة مفقودة، وأخذوا وقت طويل لغاية ما حصلوها. طبعا حصلوها عن طريق غواصات صغيرة تتحرك بالتحكم عن بعد ومثبتة عليها كاميرات. فنزلوا هذه الغواصات الصغيرة تحت الماي وبدوا يبحثون في الأعماق، وحصلوا غواصة كيرسك نايمة في قاع البحر. هني اكتشفوا حجم المصيبة وان خلاص الغواصة تدمرت وراحت عليهم. كل اللي يقدرون يسوونه هو انهم يحاولون ينقذون الجنود اللي نجوا، اذا كان في منهم حد نجا اصلا. واحدة من البروتوكولات المهمة اللي يتم اتباعها في مثل هذه الحالات واللي الجنود متدربين عليها، انهم لازم يحاولون يرسلون اشارة صوتية او ضوئية على راس كل ساعة، يعني على بداية كل ساعة يحاولون يرسلون اشارة استغاثة تدل على انهم احياء. فلما اقترب راس الساعة الجديدة، امر الادميرال كل السفن اللي موجودة في المكان انها تطفئ محركاتها عشان يكون البحر هادي لاقصى درجة ممكنة. فاذا صدر اي صوت من داخل الغواصة تقدر رادارات الصوت تلتقطه. ولما جاء راس الساعة سمعوا أصوات طرقات متتالية جاية من مؤخرة الغواصة. ديمتري ورفاق الناجين أخذوا شاكوش وبدوا يضربون على جسم الغواصة من داخل. في الواقع هم كانوا قاعدين يسوون هالحركة على بداية كل ساعة من لحظة غرقهم، بس أخيرا هالمرة وصلت الإشارة لسفينة القيادة. طبعا ديمتري وأصحابه بعدهم ما عارفين ان الاشارة وصلت، بعدهم معزولين عن العالم داخل المقصورة 9. طبعا الحين بعد ما صار الادميرال والقيادة اللي معاه متأكدين ان في ناجين داخل الغواصة، لازم يشتغلون باسرع وقت عشان يحركون عملية الانقاذ. لكن للأسف ادوات الانقاذ اللي في يد البحرية الروسية كانت دون المستوى. احسن غواصة انقاذ عندهم في ذاك الوقت كانت هذه الغواصة اللي اسمها بريز AS-28. هذه الغواصة ترجع لزمن الاتحاد السوفيتي، غواصة قديمة بتقنيات قديمة، غواصة مؤهلة لعملية انقاذ مثل هذه، لكنها كانت احسن غواصة انقاذ عند البحرية الروسية. للأسف بالنسبة لهم ما كانوا مهتمين انهم يستثمرون في تقنيات الانقاذ، كان كل همهم تقنيات الحرب والأسلحة المدمرة. فالدول الأجنبية خاصة الدول القريبة مثل النرويج عرضوا عليهم المساعدة بشكل علني، عرضوا على الحكومة الروسية انهم يجيبون فرقة غوص وانقاذ متخصصة من عندهم عشان يساعدونهم في العملية، لانهم عارفين ان تقنيات الانقاذ اللي عند الروس
ضعيفة. كثير من الدول الأجنبية عرضت للمساعدة في عملية الإنقاذ، أمريكا، ألمانيا، بريطانيا وغيرهم، لكن للأسف الروس عندهم كبرياء ممكن يخليهم يفضلون أن جنودهم يموتون على أنهم يأخذون مساعدة من الدول الغربية. وبعد بما أن غواصة كيرسك واحدة من أكثر قطعهم الحربية تقدما من ناحية التقنية، فما كانوا يريدون أي دولة أجنبية أنها تقترب منها. فالحكومة الروسية وقيادة الجيش والبحرية رفضوا كل عروض المساعدة من الدول الأجنبية، وأكدوا علناً أن عندهم القدرة على إنقاذ جنودهم بدون حاجة للمساعدة الأجنبية. فنزلت غواصة الإنقاذ الروسية ووصلت للمقصورة رقم 9 من غواصة كيرسك. طبعاً المقصورة مثل ما قلنا عليها فتحة خروج، بس الفتحة هذه ما ينفع تنفتح كذا فجأة، لو فتحوها على طول راح يدخل الماي والضغط العالي على الجنود اللي داخل ويقتلهم في لحظتها. ففي أنبوب كبير أسفل غواصة الإنقاذ، هذا الأنبوب لازم يلتحم بفتحة الخروج اللي فوق المقصورة التاسعة ويغطيها ويفرغ منها الماي والضغط اللي حوالينها، وبعدها يقدرون يفتحون الفتحة ويطلعون الجنود ويدخلونهم لغواصة الإنقاذ. فديمتري ورفاقه اللي وياه سمعوا صوت غواصة الإنقاذ وهي تقترب من الفتحة فوقهم، وبعدها سمعوا صوت الأنبوب الضخم وهو ينزل على الفتحة، وكانوا في قمة فرحهم وهم خلاص متفائلين إنه راح يتم إنقاذهم. لكن الأوضاع في غواصة الإنقاذ اللي فوق ما كانت ماشية على أحسن ما يرام، الأنبوب ما كان راضي يلتحم مع فتحة الغواصة، فما كانوا قادرين يفرغون الماي والضغط مثل ما هو مفروض، وبطارية غواصة الإنقاذ قاعدة تنفذ بشكل سريع. حاول قائد غواصة الإنقاذ ومساعدين اللي وياه إنهم يسوون كل شيء يقدرون عليه عشان يشبكون الأنبوب بفتحة الغواصة، لكن لما شافوا البطارية نزلت لأقل من 10% عرفوا إنهم ما يقدرون يكملون عملية الإنقاذ، فانسحبوا ورجعوا للسطح. ديمتري وأصحاب اللي وياه سمعوا الأصوات اللي فوقهم تقل شوي شوي، وبعدها صار المكان هادي تماما، بس الفتحة بعدها ما انفتحت. فاستوعبوا اللي صار وأن عملية الإنقاذ فشلت والغواصة رجعت للسطح، فصابهم إحباط شديد. طبعا الماي بعده قاعد يتسرب للمقصورة التاسعة اللي كانوا فيها، وكان واصل لمستوى مرتفع، والأسوأ بعد أن البرد كان ينهش فيهم بقوة، لأن طبعا أجهزة التدفئة والحرارة كلها خربانة، فكان وضعهم جدا صعب ومحتاجين الإنقاذ بأسرع وقت ممكن. رجعت غواصة الإنقاذ للسطح وأخذوا بطاريتها ووصلوها بكابلات الشحن، للأسف حتى ما كانت عندهم بطارية احتياطية للغواصة، وشحن هذه البطارية راح ياخذ ساعات، وغير هذا أصلا محتاجين أنهم يحاولون يسوون تعديلات على الأنبوب عشان يقدر يلتحم مع الفتحة هالمرة. كل هذا والدول الأجنبية بعدها تعرض مساعدتها على الروس، لكن المتحدث باسم الجيش كان يطلع في المؤتمرات الصحفية ويأكد أنهم ما محتاجين أي مساعدة وأن عملية الإنقاذ شغالة على أحسن ما يرام. طبعا أهالي وعائلات طاقم غواصة كيرسك كانوا منجنين، وكانوا يسألون الجيش والبحرية ليش ما قاعدين يقبلون المساعدة الأجنبية. فالأزمة هذه كانت قاعدة تتفاقم إعلاميا على المستوى المحلي والعالمي، بس الحكومة الروسية ظلت مصرة على عنادها ورفضت أي مساعدة أجنبية. كبرياءهم ابدا ما كان يسمح لهم انهم يقبلون هالمساعده ولو على حساب حياه جنودهم. وتخيلوا ان الوضع استمر على هالحال لمده 9 ايام، 9 ايام والروس يحاولون يدخلون لغواصه كيرسك وما قادرين، كل مرة تروح غواصة الإنقاذ وتفشل إنها تلتحم مع الفتحة. فبعد ما حس الروس إنه خلاص الموضوع مستحيل وما في مهرب من المساعدة الأجنبية، قبلوا أخيراً إن سفينة إنقاذ نرويجية تجي للمكان وتساعدهم في العملية في يوم الاثنين بتاريخ 21 أغسطس سنة 2000. ففريق الإنقاذ النرويجي بمعداتهم وغواصة الإنقاذ المتطورة مالتهم قدروا إنهم يوصلون لغواصة كيرسك ويفتحون باب المقصورة رقم 9 من أول محاولة، لكن للأسف مثل ما قلنا مرت 9 أيام، فدخلوا للمقصورة عشان يحصلونها غرقانة بالماي بالكامل، وديمتري ورفاقه اللي كانوا أحياء كانت جثثهم تعوم في الماي بدون أي حركة. أكيد الحين أنتم مستغربين وقاعدين تسألون طيب كيف عرفنا الأحداث اللي صارت مع ديمتري وأصحابه
إذا كلهم ماتوا؟ عارف أن معظمكم لما كنتوا تسمعون الأحداث اللي صارت داخل الغواصة جات على بالكم فكرة أن ديميتري وأصحابه أكيد نجوا وخبرونا اللي صار وياهم، بما أننا قاعدين نسمع القصة من منظورهم. فكيف عرفنا اللي صار وياهم إذا كلهم ماتوا؟ الجواب لتساؤلاتكم هذه كان في حل الأوراق. هذه الأوراق عبارة عن رسالة كتبها ديميتري وهو بعد عايش في المقصورة رقم 9. هذه الأوراق كتب فيها ديميتري عن اللي صار وياهم، وفي نهايتها كتب وداع لزوجته وابنه الصغير، وفي آخر سطر كتب تحياتي للجميع وما في حاجة للحزن واليأس. تخيل في آخر لحظات حياته يكتب ما في داعي للحزن واليأس، رسالة مخيفة ومحزنة في نفس الوقت. يعني احنا قاعدين نشوف كلمات كتبها شخص في آخر لحظات حياته وهو عارف انه راح يموت وما كان بإيده اي شيء يسويه غير انه يتقبل مصيره. رسالة تعطي شعور غريب، ما ادري اذا انتم حاسيبه ولا لا. وحتى هذه الاوراق على ما يبدو انه ما تم نشرها بالكامل من قبل البحرية الروسية. على كل حال تم انتشال بقايا غواصة كيرسك، وبعد التحقيق وصلوا لنتيجة ان الانفجار الاولي نشأ من التوربيد المزيف، وان سبب الانفجار على الاغلب كان عملية اللحام السيئة، ولان هذه التوربيدات كانت مزيفة فما كان التشيك على جودتها وجودة تصنيعها شيء مهم. وحتى يعني هذه التوربيدات كانت قديمة، يرجع عمرها لأكثر من 10 سنوات، وهذا اللي أدى في النهاية لهذه الكارثة. وطبعا اللي خلى الموضوع أسوأ هو التعامل السيء للقادة من البداية للنهاية، من أول ما الأدميرال تجاهل إشارات الانفجارات وكمل التدريب لغاية بداية عملية الإنقاذ ورفض المساعدة الأجنبية، واللي أدى في النهاية لموت الجنود اللي كان ممكن إنقاذهم. هذه المأساة طبعا تسببت بغضب كبير ما بين عائلات الضحايا والإعلام وحتى الجنود في الجيش والبحرية، وفي النهاية عطوا شوية تعويضات لعائلات الضحايا والموضوع تقفل بعدها. طبعا كثير من الصور واللقطات اللي شفتوها في الفيديو جبتها من فيلم سووه عن هذه الحادثة في سنة 2018، اسم الفيلم كيرسك على اسم الغواصة للي حاب انه يبحث عنه. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصة اليوم، وهني عندكم فيديو قديم شوي تكلمت فيه عن كارثة تشيرنوبل، قصة فيها جوانب شبيهة بالقصة اللي تكلمنا عنها اليوم، بس طبعا كانت كارثة اكبر بكثير. شكرا لكم على المتابعة، اشوفكم في المقطع الجاي ومع السلامة.